شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المرحلة الختامية للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2023. التدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2023 أهم وأكبر التدريبات المشتركة في الشرق الأوسط، نفذت فعالياته على أرض مصر خلال الفترة من 31 من أغسطس وحتى 14 من سبتمبر 2023 بمشاركة 19 دولة، وهم مصر والولايات المتحدة الأمريكية والسعودية والأردن وقطر والكويت وجزر القمر وفرنسا وإيطاليا واليونان وألمانيا وقبرص والمملكة المتحدة وبوركينا فاسو وجنوب أفريقيا وملاوي والكاميرون وباكستان والهند، ومشاركة 15 دولة بصفة مراقب، وهم البحرين والإمارات والسودان وتونس وعمان والمجر وبولندا ونيجيريا وأوغندا والكونغو الديمقراطية ورواندا وتنزانيا واليابان والبرازيل وأستراليا. التدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2023. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المرحلة الختامية للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2023، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية، والفريق أول مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية، وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والدول المشاركة بالتدريب والملحقين العسكريين، وعدد من دارسي الكليات والمعاهد العسكرية والإعلاميين. تضمنت المرحلة الختامية للتدريب تنفيذ مشروع تكتيكي للرماية بالذخيرة الحية لمختلف الأسلحة والقوات المشاركة في التدريب، حيث قامت المقاتلات متعددة المهام والهليكوبتر المسلح المضاد للدبابات بالاشتباك وتدمير الأهداف المعادية. ونفذت أعمال القصف المدفعي على الأهداف المخططة، كما تم دفع المقدمات الميكانيكية والمدرعة للقوات المشاركة المدعومة بعناصر المقذوفات الموجهة المضادة للدبابات ووسائل وأسلحة الدفاع الجوي. لاستكمال تطوير الهجوم وتدمير كافة أهداف العدو المخططة، واختتمت الفعاليات بتقديم عرض جوي لفريق الألعاب الجوية المصري سيلفر ستارز ترحيبا بالدول المشاركة بالتدريب. وفي ختام المرحلة نقل الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تحية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وترحيبه بمشاركة العديد من الدول الشقيقة والصديقة في التدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2023، مؤكداً على أهمية التدريب في تطوير العمل المشترك بين الدول المشاركة. اشتراك القوات في حد ذاتها في تنفيذ تدريبات مشتركة في موضوعات مختلفة ده شيء مهم جدا. كل مجهوداتنا واشتراكنا وتعاوننا معا بهدف تحقيق الاستقرار والأمن للربع العالم. أنا سعيد جدا بهذا التدريب، سعيد بحجم المشاركة من الدول المختلفة،
سعيد بحجم الموضوعات اللي تم تداولها في هذا التدريب، سواء موضوعات للقيادة والسيطرة على مستوى مراكز القيادة، أو سواء موضوعات تكتيكية في تنفيذ أنشطة معينة، وهي أنشطة مختلفة سواء كانت أنشطة على مستوى البر أو على مستوى الجو أو مستوى البحر. وبالتالي دمج هذه الأنشطة كلها في النهاية دي حاجة تساعدنا. نتمنى إن شاء الله التدريب المستقبلي كان يكون فيه حجم الاشتراك أكتر من الدول المختلفة. أنا سعيد جدا بوجودكم وبيننا في هذا التدريب، وبشكر جميع القوات اللي بذلت الجهد في هذا التدريب. أتمنى لكم جميعا التوفيق، نتمنى الاستقرار والسلام والأمن لجميع دول العالم.